دهدي، أفهم من هالحكي إنك رح تبقى هون على طول. أنا وإنتي بابا رشيد، أنا وإنتي طبعاً. بابا رشيد، مادام أخذنا الأرض رح نبكى فيها، ها؟ فكتي الفوس والمجارف بابا؟ حفرنا خنادق بثلاث مجارف. اوكي، بنجيب مجارف زيادة. الأرض رملية، ما بلزمها فوس أكتر. وبدنا نشتري كم راس ماعز عشان نغطي اللي أخدته من البدو بابا. بتجيب من مزرعة تل أفيف؟ لا 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 حبيبتي، لا ما بصير. بدي من هون عشان ما يصير تغيير. الماعز بابا اللي بمزرعة المنظمة ما بتعيش هون. دادي، البدو اللي كتلنا منهم ما رح يسكتوا. بعرف بابا، بس نحنا أقوى منهم. السلاح والرجال والدخيرة كلها ما بتكفي. المنطقة هاي مليانة بدو. صحيح، بس سلاحهم قليل بابا. جيف حكالي انه عندهم سلاح وبحملوه باستمرار. واحنا عنا سلاح بيكفي جيش، ورح يجينا سلاح وذخيرة من اورشليم. بكرة بس ننتهي من قضية الجيران بنجيبه. وفي بواخر جابت مهاجرين جداد لمينا حيفا، بدنا نستقبلهم ونعمل منهم مزارعين وعسكر. لا تهتمي بابا رشيل، لا تهتمي حبيبتي. المستعمرة هادي بدها تصير مدينة. عزام، ها؟ هذيك هي الحرمة اللي قالوا عنها، يكون قايدهم اللي جوا ولا الحرمة؟ هسا نشوف ونتوكد. في حارس تشوفه؟ في حراس واجدين وانا اخوك، لكن ما همنا الحراس، همنا هذاك راس الحية. لا يا عزام، الحرمة لا لا، وهي وفرت رجال ابن عويد يوم انطخت عليهم. لا يا اخوك، ما ودنا العرب يقولوا انها طخينا حرمه. اصبر. دادي، بدي اوصل اورشليم اشوف اذا اجانا رسائل من البلد. اي بلد بابا؟ خلص حبيبتي، هذه صارت بلدنا. من مامي، زمان إلها ما كتبت لي. رشيل، مئة مرة فهمتك إنه اللي ما بدي يعيش معنا ما بدنا إياه. أوكي أوكي دادي، لا تزعل لا تزعل. دايماً بقول لك إنه هاي سيرة بتنرفزني. معلش دادي، بتضلها مامي. هذا الشباك غلط. كلمني. هاي طلعت الصياد. رد علي. خلاص بابا رشيل، خلاص حبيبي. بات، مش معقول. معلش بابا رشيل، خلاص خلاص. قبل شوي كان حامل صينية الشاي بإيدي. ما في دقيقتين. كيف يموت؟ كيف يموت؟ كيف يموت؟
رشيد رشيد انت جبنا على الموت. مش على الجنة اللي وعدتونا فيها، جبتونا على الموت، جبتونا على الموت. رشيد رشيد لا تفزعي الشباب، فاهمين؟ اول ما نسكن يصير فينا هيك، شو بده يصير بعدين؟ ولا اشي ولا اشي، ما بصير اشي خلص. ليش نيجي نموت بالصحراء؟ ليش؟ خلص بابا رشيد خلص. حلان يا ام حلان، خير يا عمه؟ جيبت لان ملاهن ميه. اي تامري. القائد الانجليزي واش قال لك يا شيخ؟ قال باكر نشوف. واش وده يشوف؟ ما هي واضحه مثل على الشمس، هي ودها شهود وشهادات. اقول انا صار خير يا طويل العمر. قلت لي ودك تروح يم الشراء والبتراء. ايه ودنا نوصل سواح انا واخوي لي، بس اخوياي غابوا وما بينوا. يعني بنيتك تروح ولا لا؟ لا بالله ودي اروح، بس القى رفاق انا شامه من اللي رافقوني، ترى الدرب خطر. تسلم. وش حصتك لحالك من هالسفرة؟ وش قلت يا شيخ؟ أقول لو إنك أنت خذيت السواح انت واخوياك وزورتهم البترة ورجعتهم، وش طولك من اجار؟ انا واخوياي ترهم دافعين 10 نرات ذهب لكل راس. انت وش حصتك لحالك؟ 15 نيرة. زي الك عندي 10 نيرات وجمل وناقة. ولو ايش طال عمرك؟ ودي اياك ترافق 2 من عربنا يم الشرق. ودهم يزوروا البتراء؟ لا يا نصار، الهم غرض يجوز يلقوها عند عرب الحويطات ولا بديرة الكرك. تروح معهم وتردهم بغرضهم، وبس ترجع ترى اجارك حاضر عندي. ايه ودهم يجيبوا سلاح ولا قمح؟ بحالتنا هذه ما نحتاج غير سلاح يا نصار، بارود وفشك. اي بالله يا شيخ ودها، بس يعني لا تواخذني، ترى يعني عسكر قوة الحدود مليين الديرة ويفتشون الرايح والجاي. نصار انت خبير بالدروب، تقص الاثر وتخفي، تدبر حالك بعدين. لا تخاف، الرجال اللي معك شجعان يرموا روحهم على الموت. ايه بس انا روحي غاليه يا شيخ. كل اللي يعرفوك يقولوا عنك طماع ما تشبع. يا شيخ اقول لك الدرب خطر، نسلمنا بارواحنا ما نسلم، ننقضب بالسلاح وياخذونا ورا الحديد ويحبسونا.
زين أعطيك بعيد زيادة، أريد سلاح. أنت ما شفت اللي صار بينا يا نصار. زين باكر عقب ما خلص الشغل مع الإنجليز أطرش يم هلي أوصل البل اللي ولدك تنطيني إياه، ها؟ وارجع عشان أودي الجماعة للبترة وهم يرجعوا لحالهم. توديهم وتجيبهم إلي للديره يا نصار. الدرب ما هي هينة يا ابن عويد. خلص مثل ما أقول لك. زين توكلنا على الله. غزالة، إيه غزالة؟ خير يوبا. باكر يا أبوي ارضي بالحلال أنت وام حيلان على عين الحوصة، اسقوه وانتظرونا هناك. ودك نرحل عليها؟ ودنا نقرب من الماء ونظلي بالديرة. الله يبلاهم اللي يبلونا. أقول يا شيخ بلك القايد الإنجليز الصبح عرف الصحيح وقضى بعيالي الحرام وحبسهم. ما تخلي معك صبر يا شيخ. القايد الإنجليزي باكر تشوفه. اثنين قعدوا هنا، هذا مكانهم وردوا من عندهم. طال عمرك تعال شوف الاثر، تعال شوف الاثر. طال عمرك مش شايف الذخيره الفارغه اللي رموها؟ لو ايش حتى نعرف نوع السلاح اللي رموا منه. انا وياك مع الاثر حتى نصل الكوبانيه يا طال عمرك. كم واحد اللي شفت أثرهم على الأرض؟ ما بين 5 و6 ومعاهم حرمة. أنت بتفهم بالأثر كويس؟ جربني هالحين. أوكي كمل، شو اسمك؟ اسمي نصار. كمل يا نصار. شيخ سويلم. قول أنا سامعك. في دم أوثار بين جماعة ثانيين غير القديرات وبين قبيلتك؟ لا ما في، والذبح هذا ما هو ذبح ثار. مش فاهم. طالب الثار ينذر وينبه ويقول لغريمه أنا جيتك انطحدون روحك، ما يغدر غدر. شيخ سويلم أنا ما أجيت إلا حتى أساعدك اللي اعتدوا عليك، وإن شاء الله نتعاون أنا وياك مع بعض. ما ظنيت لو ودك تساعدني ما جبت لليهود الباب بيتي. هاي تعليمات من فوق. وبعدين انت ليش ما تحكي الصحيح؟ ايه يا عاد انا اتكلم بواد وانت تتكلم بواد ثاني. اوكي شيخ سويلم نتحدث بصراحة وبلاش تتهم جيرانك. السنة الماضية واحد من جماعتك جرح شخص من عشيرة التعامرة، صحيح؟ واصلحنا عليه بوجوه رجال وكلينا الخبز ببيته. هو التعمر يوم وده ياخذ ثار جرحه يجيب معه عسكر وقنابل ويقتل كل هالناس؟ ما في عسكر إلا جنود الانتداب، يعني رجال الحكومة. وإذا بتحكي الكلام هذا في مكان ثاني بضحكوا عليك. يضحكوا على الموت؟ هنا اهتموا على بعض وبعدين يتفرقوا اثنين وثلاث. شايف الاثر؟ شايف؟ خلصنا باللي هي بيه نصار، السالفه بيها حاكمك لاكمك. ايش نصار؟ في شيء ثاني؟ اريد اقول تفرقوا على العرب اثنين وثلاث. طيب كمل مع الاثر. لا انا لحالي ما اروح طال عمرك. ليش؟ الأثر شوف العين رايح ينبير الحمام. كمل معه. لا لا يا ابن أنا ما روح لحالي، يا تيجي أنت معي يا تبعت معي عسكر. أوكي نصار
امشي ونبعت وراك العسكر. شيخ سويلم، اجتنا شكوى اليوم عليك من جيرانك. هذول ما هم جيراني حضرة القائد. في واحد انقتل برصاصة بندقية طلياني. وش قصدك؟ تعال معي. سولجر، أهلا بالحكومة، أهلا بالكانون. هلا داني، كيفك؟ أنا حزين يا كابتن، أنا حزين. اسمع كابتن جيفري، جماعتي زلانين كتير، لا تكرم على البيوت. نصار، تعال نصار. يرضيك هيك يا كابتن جيفري؟ يرضيك يقتلونا واحنا بحماية بريطانيا العظمى؟ مش حرام عليك يا شيخ سوالم؟ مش حرام؟ شوف فين دفناه شاب مثل الوردة. انت تقتلوه بالليل بعد يوم تعب. داني، الشيخ سويلم بيدعي انه جماعتك هاجموا على قبيلته وقتلوا 3 أشخاص وجرحوا مجموعة وانسرقت حلالهم. احنا يا كابتن جيفري، احنا بايش نقتل؟ احنا ما في عنا سلاح، ما في عنا غير كريك وفاس ومحراث عشان نحرث ونزرع، مشان ندفن ضحايا الحقد والشر والثار. كابتن جيفري، هذا هو سلاحنا، هذا سلاحنا، ما في عندنا غيره. تفضل فتش بيوتنا انت وعسكرك، تفضل، وخلي جارنا كمان يفتش معك. اقهرك بالله، احنا ما بنحمل سلاح ولا بنقتل في الليل مثل البدو. قابل الصياح بالصياح تسلم. ها، تفضل كابتن جيفري، هذا لكناه مطرح ما اطلقوا النار على الشب اللي عنا وقتلوه بالليل. شيخ سويلم، الخير، شو رأيك بهالحكي؟ هذا النصار يقص أثر اللي طخوا عليهم. إذا كانوا من عربنا إلك الحق، لكن على هونك أنت لواش دايما تتهمنا وتحط الحق علينا؟ تعال يا نصار. هذا نصار أحسن قصاص أثر بالديرة. قول للقائد. ما بي حاجة لقول. قل له لوين وصل أثر الناس اللي طخوا على قابلتنا وقتلوا رجالنا. علمه بالصحيح. الأثر طالع عمرك، طالع من هناك يم البير. الشيخ سويلم، اسمع أقول لك. ابعد عني غاد، دم رجالي للحين على إيديك. شايف قلت لك اختلفنا من البداية. اسمع أقول لك، إن حبيت تسلم بروحك أنت والولايش اللي معك، ارحل من الديرة. تسمع كابتن جيفري، بده يقتلني زي ما قتل العامل المسكين. أقول يا حضرة القائد. قول يا نصار، قول. هذول منهم؟ يلا أنت وياه، يلا على الشغل. يلا، أنا راح أشتكي للمندوب السامي. أنا راح أشكي لحكم دار بوليس فلسطين، دم شعبي مبروح هدر. داني
Damn you! داني، ليش صرفت هيك؟ انت بدك تورطني؟ اوه، ما بيكفي كثير من اول اسبوع اسكن فيه انا وشعبي. ليش تهجم على البدو؟ كان ممكن ارحلهم من غير ما تتصرف هيك. بليف مي كابتن، صدقني انا ما سويتها. انا ساعتها كنت عندك. داني، لازم اقدم تقرير رسمي لمدير عام البوليس. انت تصرفت بجنون. دادي، ليش واقفين؟ هلو راشيل. مرحبا بالفارس اللي تركنا للموت. راشيل، انتو السبب. انا زعلانه منك، وعدتني بالحماية، تركتني أنا وشعبي لللصوص وقطاع الطرق يا جيف. أبوك السبب. القضية رح توصل لمسؤولين أعلى مني، فاهمين؟ خليها توصل كابتن جيفري. كابتن جيفري، أنا اللي عينتك في مركز بوليس المنطقة. نو، أنا طلبت نقل لهون من مكتب مدير عام البوليس. والمسؤولين اللي عينوك أصحابي. رائع، عظيم داني. ناحية فوق لا تخاف كابتن جيفري. داني، انت كنت عندي. راشيل، ابن عويد، اقصد باب الله واعتمد على ذراعك. ترى اليهودي قاتل ربعك والحمر يحميه. حسبي الله عليكم. الله يعيننا عليكم يا ظالمين. يا حيف عليك يا شيخ سويلم، لو سمعت اللي انا سمعته كنت عرفت ان هالديار هذه ما هي لنا. دربيل؟ اي، انت كم رصاصه جبت؟ 100 وزياده. عزام، اي، ودنا بارود جديد مثل اللي مع الانجليز. ما يبيعوه ولا يعطوه. هذه بسيطه، حنا ناخذه منهم. من شفته بسفرتك؟ بعض اخويانا بالعسكريه قبل، مربين كروش ومقاعدين. اي، تاكل؟ نصار ما روح على اهله امبارح. تفكر انه خذ السواح لحاله ولا راح يقص اثر اليهود اللي هجموا على عربي بن عويد؟ والله يا اخوي، هذا حنا دربنا عليه، ودي اسمع علوم بير الحمام منه. ترى نصار طماع ويحب نفسه، وما ينفع يكون معنا وما يتأمن له. أنا ودي أسمع العلوم منه وبس. أنا عارفه زين. لو شافونا العسكر وفتشونا وإحنا معنا برد وفشك. أنت بس توكل على الله. إيه، الحين العسكر يرجعوا من بير الحمام، ونصار اللي تدور عليه ما هو مبين، وأنا أريد أرجع لحرمتي سالم. ما أريد أنام بحبسهم سنة ولا سنتين. الحق عليك اللي تجوزت. إيه، اسمعوا بالله يا ناس، اسمعوا. جرب تجوز، جرب. تقدر بعدين تقول مثل هالكلام؟ اقعد بس عزام، اقعد بس. اخ، سوالفك ما تنتهي انت. تشوف هذا؟ إيه؟ هذا كثيب ابو خشيب، تعرفه؟ اعرفه، وجيته 100 مرة. درب الانجليز من هذا، ها؟ من هذا؟ اي. انت تربط فرسك هان، وانا اصير هان. زين. فروسي مربوطة هان، وانت هان محتمي ورا الكثيب. وانا وين اكون؟ تعرف بعدين وانا اخوك. وين انا صار؟ القائد يريدني بالمركز. بس سرايا لويش؟ انا ادري عنه، يريدني بس اخلص منه ارجع عشان اخذ الجماعه على البتره. انت للحين ناوي؟ ايه، لا تطول الله يهداك.
زين زين، توكلنا على الله. أقول يا ابن عوية، يا ريت يعني تزيدني شوي. اسمع نصار، هو اليهودي فيه قتيل من ربعه صحيح ولا يكذب هو الإنجليزي؟ والله إن كان بيه قتيل أنا ما أدري، بس أقول لك يا شيخ، امبارح أو اليوم الصبح انحام على ديرته اثنين ما لهم ثالث. ما ظنيت إنهم من عربنا. الله يعلم. ما عرفتهم منهم؟ لا 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 لا، ما عرفتهم ما عرفتهم. يصير انك ما عرفته من الصار. غزالة خير يوبا، اطفوا النار وحملوا. ان شاء الله يوبا ان شاء الله. اسمع اسمع، قبل ما تغطيني بلكي واحد من العسكر مال على الضرب بفرسه ولا فحافرها بوجهي. صيح عليه يا رجل، اقول لك عن جد. ولا يهمك، قبل ما يصلوك اكون انا خلص شغلي. زين، اصحى الباروده تردف معك. ها بس توكل على الله. يا زين قطي. زين يا اخو. يلا اخوك يلا. رحلوا البدو. شفتي مثل ما حكيت لك، ضربة واحدة وبوف رحلوا مكانهم. مش بطال بادي. وراح نوسع حدود المستوطنة للتلال، وبعدين راح ناخد الأرض كلها. دادي
بس الناس اللي يجونا مش كتار. لا تخافي بابا رشيل، لا تخافي، راح نجيب من الشعب ونملي الأرض. البواخر كل يوم بتجيب مهاجرين جداد لمينا حيفا، كل ما أخذنا أرض جديدة بنجيب مهاجرين جداد. معقولة، بس بتكتر المسؤوليات دادي. ريجا ريجا بابا، ريجا ريجا بابا رشيل، كل إشي محسوب حسابه. تعرف دادي، ما كنت أفكر إن نحصل على الأرض بالسهولة هاد. مش بسهولة بابا رشيل، مش بسهولة، هذا بشطارتنا بتخطيط سنين طويلة. بابا رشيل، بابا حبيبتي، إحنا بابا عشنا كأقلية في معظم مجتمعات العالم، وقدرنا نسيطر على كل مجتمع عشنا فيه. هذا بابا ما بتسمى سهولة، هذا تخطيط. وجيف مخطط له يساعدنا؟ جيف وغيره، بس بمقابل. بابا هلا انت روحي على الوكاله وجيبي مهاجرين جداد، بس اسمعي، بدي تجيبي كله شباب، ما بدي عجايز. ها دادي انت العجوز الوحيد بالمستوطنه دادي. الستيوشن از باد شيف. لصوص حرامية. بس هذا شيء بيعرض هيبة الحكم للخطر. نفس البرقية بالحادثة القيادة؟ ايوه هاري. وجهز لي فرقة خيالي. انت ارتاح هون كابتن، وانا بروح معهم. لا لا هاري، انا بدي اطلع معهم. كابتن، بندقية الجندي ورصاصه مش موجودين. هاري، حقق مع الشرطة كويس. بجوز واحد منهم أخذ السلاح حتى يبيعه للعرب. كابتن، ممكن الهجوم صار للخداع. أنت جريت مع العسكر خلف اللي فر. كان في واحد متخبي قريب ينتظر. أخذ سلاح العسكري ودخيرته هرب. لصوص. I don't think so, Captain. كان في بجيبة الجندي اللي انقتل جنيهين ذهب. ما حدا صابهم. كانوا بدهم سلاح بس. يظهر انهم ناس منظمين, Captain. لا, مش معقول, هاري. هذول جماعة جاهلين. أنا بعتقد الحادث مجرد سرقة ونهب وبس, ما فيش غير هيك. If you say so. بس أنا بأكد إنهم ناس أذكياء, كابتن.
أنا راح أمسك اللص وراح أصلبه على طريق القوافل حتى كل الناس تعرف مصيره. كابتن جفري، أظن أن مستوطنة بير الحمام هي السبب. قبل ما تنبني ما كان في حوادث. خلال أسبوعين ثلاث قتل عرب، قتيل يهودي، جند البوليس اللي كان مع الكابتن. أوكي هاري، أوكي. البدو بعدوا عن المستوطنة هلا، وإحنا راح نمسك قطاع الطرق. جيب لي البدوي اللي عندك. شاهد كابتن؟ لا، أهم من هيك. بكرة راح تتعامل معه وتتعرف عليه أكثر. أوكي كابتن. كابتن جفري، راح أرسل جندي يجيب البريد من القيادة. لازم يكون وصلنا أخبار ورسائل من الوطن. أوكي هاري. تعال بدو، تعال. السلام عليكم. أهلا نصار، تفضل. خير يا بيك. قديش بتكسب من شغلك يا نصار؟ أنا بدوي راعي حلال، ويوم أنا أشتغل واخده من الناس يعطوني باللي الله يقدرهم عليه. أنا بدي إياك معي نصار. كيف يعني طال عمرك؟ بدنا نعطيك راتب ممتاز وتشتغل معنا موظف بحكومة الانتداب. يعني ودي اشتغل عسكري صواري؟ لا نصار، راح تشتغل معي. هاري. يسر. جهز لمعاملة تجنيد لسفيل يشتغل معي، وأعطيه فرص من الخيل اللي عندنا. إيه بالله، عشت طال عمرك، عشت. ترى لأنه فرصي ما هي بزيادة. أوكي، تعال معي. لا لا، مش هسه يا هاري. تفضل نصار، تفضل معي. إيه. مجنون دخل الصحراء. حلان ما هو هنا، وديته للقصاص نصار يجيبه لي. نصار توخر، وردت العين انا والرعيات وصدرنا ما شفنا حدا. يوبا اقول يوبا اشوف ما عندك قهوه. حلان مشى وما سواها، وانا مالي هوا بيها. لا يوبا لا، القهوه تجمع رجالك بديوانك. على خالد، من يوم ان رحلنا من بير الحمام ورجالي صادين عني، الواحد منهم لولا الحياه ما قال لي صباح الخير. كنت تكلمت معهم، شجعتهم. ولد عمي عواد وين؟ عواد لولا رديت اليوم ولا وده يروح لبير الحمام يناطح اليهود بالشبريه.
وهي الشبرية تناطح بارودة. أنا لهالسبب أريد نصاري يرافق رجالنا على الشرق ويجيب سلاح. أقول يوبا، وليه تخلي نصاري يرافق رجالنا على ديرة الشرق؟ ها؟ كيف قلتي؟ أقول يوبا ليه ما يروح لحالهم؟ أو روح أنت معهم؟ هاتوا السلاح اللي تريدوه وترجعوا علينا بسلامة الله. والله رأي زين، لكن أنا أقصى ما وصلت العقبة وما أعرف غيرها. اللي يسأل ما يضيع يا أبوي. وفر جار القصاص الثمن سلاح. يسلم فكرك يا بنتي، والله رأي زين. غزالة، أطبخ القهوة وأنا رايح أنادي عواد والجماعة. إي والله يا أبوي. عواد، هيا يا رجال، القهوة صايرة. ايش صار؟ استراحوا هون؟ لا بالله طال عمرك، وقفوا شوي وخذوا لهم غرض ومشوا. وبعدين؟ هذا هو اثرهم من هاي الطريق. يلا مع الاثر. يا بيك الهب هواه ما نستفيد. ليش؟ الريح يطمس الاثر. طيب يلا مع الاثر قبل الريح وقبل الظلام. زين طال عمرك. أنا فداوي عم الشيخ سويلم. إيه، ما شفت حدا من الحمران؟ إيه شفتهم ومعاهم القصاص نصار بعد. وش تقول؟ نصار إيه. معهم؟ إيه نصار الخاص معهم. واللي يلا توكل على الله. إيه بخاطرك. هاي. اهلا كابتن. رجعت بشي؟ مش عارف. هذه رساله وصلت لي من امي، اخبارها حلوه كثير وبتسلم عليك. كويس. ها قبضتوا على الفاعل؟ جبت معي 3 اشخاص وجدتهم في مكان التفتيش، اكيد واحد منهم لازم يعرف شيء. عرفهم قصاص الأثر اللي شغلته معك؟ بأكد إنه ما إلهم علاقة، بس أنا مش مصدقه أبداً. هاري، هايهم بغرفة التحقيق، ابدأ معهم. الليلة يخليهم يرتاحوا وبكرة منحقق معهم. لا هاري، ابدأ معهم من الآن، بديش يرتاحوا للصبح. إذا حسيت حالك تعبان خلي الرقيب يكمل، بدي تعصر لي إياهم عصر. كابتن ممكن يكونوا بريئين. لا هاري، أنا مبارحكم بدي أموت. أوكي ريلاكس جيف. على فكرة لو إنك بكرت في الرجعة كان في عندنا زوار. مين؟ بنت صهيون. راشيل؟ أيوة
أعطتني الدرس في اليهودية والانتداب وسياسة وزارة المستعمرات. أوروبية وإجتها الصحراء. راحت؟ أيوة، بدها توصل القدس تجيب تموين لمدينتها وترجع. خسارة. أعطيتها حراسة؟ معها 2 من المستوطنين اليهود، وأرسلت معها عريف وجندي. غريب، ليش ما استنتني؟ كابتن راشيل كانت متلهفة على الحراسة والرحلة للقدس كتير. ما كانت مهتمة إنك ترجع بسرعة أو إنها تنتظرك. أول ما زودتها بالعسكر طارت بسرعة. هي ظروفها صعبة شوي، وهي في البداية مع أبوها. بداية ما تعبنا على كل حال. كابتن خليني أمشي أعذب لك المواطنين البدو اللي جبتهم معك. Good night كابتن. من؟ على هوكو يا جماعة، على هوكو. إيه؟ يا هلا يا حي الله بخوينا وصاحبنا. هو؟ وانت بعد؟ الله لا يمسيكم بالخير، نغصتوا علي نومتي. يا جماعة يا جماعة، أنا هلكان من الصبح ونمشي. وليش يا أخوك تبوق بينا وتخلينا نمد رجل ونوخر رجل واحنا نفكر انك تقص ورانا؟ وقص وراك ولويش؟ لا عاد سمعنا علومك يا نصار. اي ريتها مبروكه هذه اللي خذيتوها من الجماعه امس. نصار لويش تشتغل معهم؟ يدفعوا لي نيرات ما هي قليله. اخس يا ابن الناس، ودك اياني اضل راعي غنم وقصاص واستنى سرقه بعير عشان اقص ثره؟ تدري مع من تشتغل انت؟ يدري، مع بريطانيا العظمى. الله لا يعظم لها ديار مثل ما خربت ديارنا. يعني ما انت مهتم تشتغل مع اللي جابوا اليهود لبلادنا وما انت سائل؟ ها عزام، يعني اريد اسال كيف قفزت على الصواري وخذيت باروت وانحزمت؟ أنا؟ لا أنا. يا ابن الناس، أي هو أثرك يخفى علي ولا ثر عيد بعد اللي نغص علي نومتي؟ نصار ودنا نعرف وش بدنا نسوي هسه، تفهم؟ يا ابن الناس وطي صوتك، الحرمة نايمة، إذا صحيت وشافت السلاح بيديك وتفزع العرب وتدب الصوت. يعني ما تبوق بينا؟ أبوق بيكو لو ود أبوك بيك، وكان بوقت من زمان. المركز بيه 3 قصصية نثر غيري. لو بوقت بيك وكان الإنجليز انثروا عشبيتك العصر، وانت يا عيد كان قضبوا عمك ونتفوا لحيته، تفهموا ولا لا؟ لعاد تعاهدنا بالله. اي الحسبتوا حسابي من غنايمكو، أعاهدكو بالله. لا هي النذر يا الغسيس، وش تظن احنا سلابين نهابين؟ ما تعرف وش اللي نسويه قبل؟ يا أخوك يا عيد، أنا بي طمع ومش مفارقني، وش أساوي؟ اطمع بالحمران اللي خذوا بير الحمام واعطوها لليهود. نصار، أنت تعرف أثرنا زين،
ولا صار لنا شيء لا تلوم ولا تعتب إلا نفسك. وإيش ناويين تساووا؟ ناويين نشعل الرمل نار تحت رجليهم حتى يعوفوه ويعوفوا شوفته. هذا اللي ناويين عليه. هيا أخوي. هيا أخوي. ترى والله يساووها.